السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد معنا. اليوم بيكون فيديونا عن اليوم الوطني حق دولة الإمارات، الله يحفظها من البلاد ويبعد عنها عين الحاسدين والظالمين ويكفينا شرهم ويرزقنا خيرهم. اليوم رسمتنا طبعا كانت في راسي كذا وضعية، كنت أبغى أسوي تشبي بعدين حسيت ما هي مضبوط، بعدين قلت أبغى أرسم العلم مع شخصية شي واحد مواطن وكذا، بعد ما هي مضبوط آخر شيء قلت خلاص نجرب شيء ثاني برسم الشيخ محمد. عاد في البداية ما كنت أبغى أخلي الشيخ محمد، كنت أبغى أسوي أول شيء الشيخ زايد، بعدين قلت لا خلينا نرسم الشيخ محمد بما أنه الله يحفظه يحفظ جميع حكام دولة الإمارات وجميع شيوخنا، لأني واحدة ما رسمت دوم يقولوا لي رسمي وأنا ما أرسم شاطرة. في كذا فكرة بصراحة جتني في يوم كنت برسم، كنت بسوي خلفية المدينة، بعدين قلت بسوي خلفية مسجد الشيخ زايد، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله أوفر أو يعني طلعت الرسمة حلوة. عشان الملابس قلت ما اريد انا اسوي كذا تخبيصة فيها، فحاولت اني اخليها ابسط ما يكون. اصلا تخيلي والله رسمتها يوم كامل وانا هسه ارسمها، الكل مخلص رسماته الا انا. والله المفروض اني ارفعها في اليوم الوطني ما اني اكون متاخرة. هذا اللي يلتهي، هذا اللي واحد اللي يلتهي ويلعبني مني مني. والله نفس ما تشوفون عندنا هني كنت حول عدل اي صح رسم الكنادير، قسم بالله يرفع الضغط يعني صدق صدق يبالها يعني واحد فيها ثنيات، ما اقول لكم ما فيها ثنيات لكن لازم شوي تحركها ولا تحس الكندورة ايه تشنها. شو اقول مثل قطعة الورق كأنك راسم كندورة، ما اريد اقول كلمات يعني لانني شخصية حلوة عشان جي ما اريد اقول كلمات او اي شيء ثاني فيها. بعدين قلت ابغى اسوي معالمنا اللي مال دولة الامارات، بعدين انا وعدي مضبوطة اخر شيء خلاص سنة الصحراء بما انها هي يعني تمثلنا نحن دولة الامارات كنا صحراء، لكن الحمد لله شوفوا يعني في كذا فكرة جتني، ولكن شو نقول الأفكار تروح الأفكار وآخر شيء ما تضبط ولا شيء. كل الحمد لله والله أحسها جت مضبوطة، يعني أعرف إنها مش لين هناك وإني ما خليت ويد 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 قلبي فيها، لكن إن شاء الله تعجبكم يا ربي وجزاكم الله الخير على حضوركم وعلى السبورت وعلى كل شيء، وأتمنى إن الرسمة تعجبكم إن شاء الله. ايه ان شاء الله بنحاول نسوي تيتوريالز حق شخصيات غنشن ان نرسمها بالتشبي ان شاء الله، ونشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وخبروني اذا في شيء تبوني اعرضه ان شاء الله. جزاكم الله الخير ويوم سعيد.